فأنا تميت في شركة العائلة، ولكن كان عندي هذا المشروع بديت بروحي، يعني كنت أجمع وسوي يعني بدون قرض وبدون حتى مساعدة من الوالد، وكنت أنا أول سيدات يأخذون هاي الشهادة في الوطن العربي. دعمنا الكثير، كان عندنا 70 عارض وعارضة محرمين من الناس اللي عندهم أفكار مبتكرة، تصنيع يدوي، قطاع تجزئة، خليناهم يعرضون مشاريعهم، وكان جدا ناجح. مستثمرين ملائكيين من قطاع الأعمال نفسهم، ولكن راح يستثمرون في مشاريع شبابية مملوكة من شباب وشابات. الشهادة الثانية خذيتها في بريطانيا اللي هي يسمونها سوشو انتربرينور، خدمة المجتمع، رائدة عمل وفي نفس الوقت نخدم المجتمع.